بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك باسم وباسم قوات حرس الخابور الآشورية نعايد جميع الأخوة الإسلام بهذه المناسبة الكريمة، وأيضا نعايد قواتنا العسكرية ورفاق الدرب بهذه المناسبة، مناسبة عيد الأضحى المبارك لجميع إخواننا الموجودين في هذه المنطقة وفي العالم. وبهذه المناسبة أن نعيد جميع الأراضينا الأراضي المحتلة، ونعايد سنة الجاي بهذيك الأراضي المحتلة من يد المحتل التركي ومرتزقته. قواتنا المرابطين على الجبهة دائما سهرانين لحماية مناطقنا ولحماية حدودنا ولإعادة ما سلب منا بالقوة، بقوة الناتو وقوة المحتل التركي. شعبنا الموجود في الشمال وشرق سوريا اطمأنوا وارتاحوا وعملوا عيادكم، يعني مثل ما تريدون عملوا عياد، خلوكم مبسوطين، خلوكم مرتاحين، لأنه أبنائكم المقاتلين اللي قاعدين سهرانين ليلا نهارا لحمايتكم على الجبهات. قرياقس، المجلس العسكري السرياني، بمناسبة عيد الأضحى نحب نهنئ القوات العسكرية كافة ومن جميع المكونات، وبالإضافة إلى الشعب الكرد والعرب والسريان بمناسبة عيد الأضحى، وخاصة الشعب الإسلامي. وبمناسبة هذا العيد أحب أقول للشعب أنه عيدوا براحتكم، ولا توتروا ولا تخافوا من أي تهديد، لأنه نحن هم موجودين عساكر عم ليل ونهار عم نحميكم من أي خطر وأي تهديد. وبمناسبة هذا العيد أحب أهنئ الشعب السوري والشعب الإسلامي كافة وقواتنا العسكرية، وبالأخص عوائل الشهداء وأطفالهم، عوائل الشهداء البرار الذين ضحوا بأنفسهم، وكل عام وأنتم بخير.